السلام عليكم، مرحبا بكم معايا. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحة جيدة. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم حرشة اللي هي سريعة التحضير واللي كتجي على هذا الشكل هذا. بطبيعة الحال بغيتو تعرفوا معايا طريقة التحضير ديالها والمكونات، ما عليكم الا تتابعوني الى الاخير. ونبداو على بركة الله. في اناء هنا عندي جوج بياض من البيض، ممكن تعوضوه ببيضة، ثم كنضيف ليه بيضة كاملة. فانا هاد البياض كيبقى عندي ملي كنصوب به شي حلوة وكيبقى عندي، هكا نحاولوا نستغلوه. هنا غادي نضيف السكر، عندي 4 ديال المعالق كبار من السكر البني، وممكن تعوضوه بسكر سنيده البيضه العاديه. وتنطربوا مزيان البيض مع السكر، كيس من الفانيلا، زيت. في المقادير مضبوطة غادي نخليها لكم في صندوق الوصف أسفل هذا الفيديو. فأنا هنا وضعت كأس إلى ربع من زيت، رشة من الملح، جوج كيسان من عصير البرتقال، ثم غادي نضيف 3 كيسان ديال السميدة الرقيقة، وغنوضع الخليط جانبا. غادي ناخد واحد المول اللي كتدخل الفرن، دهنها بالقليل من الزبدة، ثم غادي نرشها بالسميدة. فكنرشها مزيان بالسميدة وكنوزع السميد على الجوانب، وفي الأخير سناخد جوج ديال الخمارات من فئة 7 غرام، اي ما يعادل 14 غرام من الخميرة الخاصة بالحلويات، اللي تنقوم بالنخل ديالها فوق الخليط. وتندخلوها في الخليط على هذا الشكل. هنا وضعت قطرات من الخل في الخليط، لازم توضعوا قطرات من الخل في الاخير. ثم كنوضع الخليط في المول، وانا غندخلها الفرن يكون ساخن على درجه حراره 180 من الفوق ومن التحت. بعد ما خرجت الكيك ديالي من الفران كتجي على شكل، كنقلبوها بواحد السيخ بانها واش طايبه ولا لا. صافي كما كتشوفوا معايا السيخ خرج ناشف، هذا كيعني ان الكيك ديالنا او الحرشه ديالنا راه هي طايبه. غادي نقلبها في واحد الشبكه، كتجي محمره على هذا الشكل هذا. فكناخد واحد الشيته وكنزول منها هذا الزائد ديال السميده، وغادي نعاود نقلبها ونخليها حتى كتبرد ونرجع باش نزينوها. انا الكيك ديالنا بعد ما بردات كناخد العسل وكنسقيها بالعسل مزيان، لانني ما وضعت فيها كميه كبيره من السكر. كندهن ليها الوجه ديالها بالعسل مزيان، يعني كناخذ العسل يكون طبيعي، وعلى حسب المتوفر عندكم في البيت ممكن تبضعوا حتى المربى. من بعد غادي نرشها بكاوكاو مهرمش، كنزين ليها الوجه ديالها بكاوكاو مهرمش، وغادي نقطعها لكم الوسط. شوفوا معايا كيفاش كتجي، فكتجي خفيفه بزاف وكتجي هشيشه. فهذا هو الشكل ديالها عن قرب، وسهله وكنحضروها بسرعه، يعني ما كتحتاجش منا واحد مجهود، والمذاق ديالها كيجي زوين بزاف بالبرتقال. فهذا هو الشكل ديالها من الداخل، كما كتشوفوا كتجي خفيفه ومهويه من الوسط. نتمنى انكم تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. طبيعه الحال اذا كنتم جداد على القناه ما تنساوش تشتركوا معايا في القناه
وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد. ولا عجبتكم الوصفه اليوم ما تنسونيش من لايك وتعليق من تعليقاتكم الجميله والرائعه. وما بقى لي الا نخليكم مع الصور، والى اللقاء.